ما فرقته السياسه والحرب في ليبيا لا يجمعه سوى الهم المعيشي والاقتصادي التظاهرات التي انطلقت قبل اسبوعين في طرابلس الخاضعه لسلطه حكومه الوفاق وصلت شرقا الى بنغازي الخاضعه لنفوذ الجيش الوطني بقياده خليفه حفتر احتجاجا على الانقطاع المستمر للكهرباء وتردي الاوضاع المعيشيه في البلاد المئات تجمعوا في المدينه قاطعين الطرقات العامه ومشعلين اطارات السيارات رافعين الهتافات التي اتهمت المجلس البلدي للمدينه بالاستيلاء على المال العام المخصص لتوفير الخدمات كما ندد المحتجون بما قالوا انه استشراء للفساد في المدينه الرد على مطالب المتظاهرين جاء تقاذفا للمسؤوليات بين السلطه المواليه لحفتر وحكومه الوفاق دون ان يرتقي ولو لمجرد وعد بالاصلاح فقوات حفتر تتهم الوفاق بالفساد والاهمال وعدم استيراد ما يكفي من الوقود الى الشرق لتشغيل محطات الكهرباء في حين تقول حكومه الوفاق ان سيطره قوات حفتر على المثلث النفطي تسبب بنقص الموارد الماليه للدوله. اما بعيدا عن تبادل البيانات والاتهامات فلا طرح جدي لمعالجه الازمات حيث يستمر الغياب الفاضح للهم المعيشي عن طاولات الحوار واللقاءات بين المتنافسين المشغولين بتوزيع المغانم فهؤلاء لم يجدوا مثلا في اجتماع بوزنيقه في المغرب الوقت او المناسبه للبحث في التردي الاقتصادي والاجتماعي، وجل ما خرج به الاجتماع بين اعضاء من مجلس النواب هو اتفاق على معايير واليات توزيع المناصب السياديه. لكن رئيس مجلس النواب طبرق عقيل صالح تمكن من ربط اجتماع تقسيم المراكز بالوضع المعيشي معتبرا في بيان ان الاتفاق يحرص على عدم تهميش اي منطقه مشددا على حق الليبيين بالتظاهر السلمي